بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان حديثنا في الروايات التي وردت في تفسير أو تأويل قوله تعالى: وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون. وقوله تعالى: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. في احاديث متعدده الائمه عليهم الصلاه والسلام بينوا تفسير او تاويل هذه الايه الشريفه. وقد مضى ان شان نزول هذه الايه في سؤال اهل الكتاب عن بشريه الانبياء السابقين لان المشركين كانوا ينكرون بشريه رسول الله محمد صلى الله عليه واله وكانوا يقولون لو ان الله اراد ان يرسل رسولا لارسل ملكا من الملائكه فالله سبحانه وتعالى انزل هذه الايه انه اذهبوا الى اهل الكتاب واسالوهم عن انبيائهم السابقين موسى داود سليمان زكريا يحيى ابراهيم يوسف اسحاق وهكذا سائر الانبياء عليهم الصلاه والسلام فسيخبرونكم بان انبيائهم كانوا من البشر ولم يكونوا من الملائكة. هذا شأن نزول الآية. فأهل الكتاب في خصوص هذه المسألة نسألهم لأنهم لا يتمكنون من أن يقولوا أن الأنبياء السابقين كانوا ملائكة. هذا مصداق. أما معالم الدين فلا نأخذها من أهل الكتاب. وانما ناخذ منهم ونسالهم في خصوص مساله واحده مصداق اخر لهذه الايه وهو اتم المصادق واجلى المصادق الرسول والائمه عليهم الصلاه والسلام ناخذ منهم معالم الدين اذا لا نعلم نسالهم ومن المعلوم اننا لا نعلم باحكام الشرع التفصيليه ولا نعلم بالعقائد تفصيلا، صحيح هناك بعض العقائد تدل عليها الفطرة ويدل عليها العقل كأصل وجود الله سبحانه وتعالى، وتحليه بصفات الكمال كالعلم والقدرة والحياة، وتنزهه من صفات النقص. هذه يدل عليها العقل، لكن التفاصيل تحتاج إلى الوحي. كذلك أصل أن الله سبحانه وتعالى يرسل أنبياء، هذا يدل عليه العقل. وإذا رأيت نبيًا وصدرت على يده معجزة تعلم بصدق كلامه، علمك عن طريق عقلك. لكن التفاصيل في صفات الأنبياء وخصوصياتهم وأسماء الأنبياء السابقين الذين لم نراهم، هذه تؤخذ من الوحي، وكذلك بالنسبة إلى الإمامة، وكذلك بالنسبة إلى المعهد، هذا بالنسبة إلى العقائد، تفاصيلها تؤخذ من الوحي، وكذلك بالنسبة إلى الأحكام، أصل الأحكام بعضها يدل عليها العقل، مثلا العبادة، شكر المنعم واجب، هذا يدل عليه العقل لكن أن هذه العبادة تكون كالصلاة بدؤها التكبير وختمها التسليم وشرائطها كذا وقواطعها كذا وأجزاؤها كذا هذه لا طريق لنا إليها إلا الشرع وحتى إذا كانت هناك بعض المسائل التي يتداولها الناس العقود والايقاعات وما الى ذلك فلا بد من امضاء الشرع لها لا بد ان نحرز ان الشرع امضاها لان المشرع هو الله سبحانه وتعالى وليس المشرع العرف فاذا كان العرف يزاولون قضيه والشارع امضاها يعني احرزنا امضاء الشارع لها فلا باس من باب امضاء الشارع ولذا تجد الفقهاء ماذا يقولون يقولون العبادات تاسيسيه لان هذه العبادات الصلاه الصوم الحج مثلا وما الى ذلك هذه لا طريق للعرفه اليها ولم يكونوا يزاولونها بهذه الكيفيه وانما الشارع انشاها وشرعها اما المعاملات كالبيع والراهن والإجارة والنكاح والطلاق المعاملات من مع العمل اللي تشمل إيقاعات هذه الناس يزاولونها قطع النظر عن الشرع وإنما الشرع جاء زيد ونقص يعني مثلا حرم الربا الناس يزاولون الربا الشرع جاء وحرم أو جاء وشرع زيادة على ما يتصرفه العرف حذب التصرف العرفي فاذا احنا في مورد راينا العرف يتعاملون بمعامله والشارع راهم ولم يمنعهم عدم منعه بشروط مذكوره في اصول الفقه هذه تكشف عن رضاه وعن امضائه فاذا المشرع هو الله سبحانه وتعالى ومن اذن الله سبحانه وتعالى له يعني الرسول صلى الله عليه وآله فإذا اذا انت تريد تسأل معالم الدين تذهب الى الرسول صلى الله عليه وآله وتذهب الى الائمه عليهم الصلاه والسلام من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لا تذهب الى غيرهم لان الله سبحانه وتعالى لم يوحي الى غيرهم قلنا بعض المسائل الانسان بعقله يصل اليها هذه الكليات لا بأس لأن العقل حجة الله الباطنة لكن التفاصيل لا طريقة لك إلى إحرازها إلا عن طريق الوحي وأنت لا يوحى إليك نحن لا يوحى إلينا فلا بد أن نتلقاها من واسطة الوحي من هو واسطة الوحي؟ هو رسول الله محمد صلى الله عليه وآله ومن بعد الرسول علم الرسول عند الأئمة عليهم الصلاة والسلام وهذه الآية تبين مصداق من مصاديق أهل الذكر الذين هم أبرز المصاديق فاسألوا أهل الذكر وقد ذكرنا في الحلقة الماضية أن الذكر يطلق على القرآن ويطلق على الرسول صلى الله عليه وآله وأهل البيت هم أهل الرسول وأهل البيت هم أهل القرآن الكريم، لأنهم لا يفترقان عنه كما في حديث الثقلين المتواتر الذي رواه الفريقان. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم هناك مسائل لا ترتبط بالدين. لا يوجد ضرورة في أن تذهب إلى أن تسألهم. يعني مثلا افرض النجارة. كيفية النجارة؟ كيفية الزراعة، كيفية الحدادة، هذه العلوم التي لا ترتبط بالدين وإنما ترتبط بمعاش الناس. هذه ليس بالضرورة أن تذهب إليهم وأن تسألهم. وإنما تذهب إلى أهل الخبرة وتسأل أهل الخبرة. نعم أحيانا الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة بينوا جوانب من علوم أخرى لا ترتبط بالدين. وكلامهم صحيح لانهم معصومون لا يخطئون في كلامهم لكن ليس بالضروره ان يبينوا شيئا في هذه الامور لان الله سبحانه وتعالى بعث الانبياء لهدايه الناس لبناء الناس الرسول صلى الله عليه واله بين للناس انه اذهبوا تعلموا القران الكريم بين للناس لزوم طلب العلم والتعلم زين العلوم الطبيعية اذهب وتعلم ليس بالضرورة أن يبينوا لك الإنسان بالعلم وبالتجربة وبالتحقيق يصل إلى هذه العلوم لأن الله سبحانه وتعالى جعل الوصول إلى هذه العلوم عبر طرق طبيعية الطب، الهندسة، سائر العلوم وقد بين الأئمة أحياناً ما يرتبط بهذه العلوم، عندنا طب الائمه عليهم الصلاه والسلام. وعدنا بيان الائمه لكثير من المسائل المتعلقه بالامور الطبيعيه، لكن ليس بالضروره ان يبينوا ذلك. واذا انت اخذت هذه العلوم من غيرهم لا بأس. الحديث المعروف اطلبوا العلم ولو بالصين. المراد ليس علم الدين. علم الدين تطلبه من الرسول ومن الائمة في المدينة مثلا في الكوفة ولو بالصين يعني العلوم الطبيعية أنت الآن تسمع أن هناك علم من العلوم الطبيعية في مجال الطب مثلا هناك كافر له تجربة على الأدوية تذهب إليه وتأخذ العلم منه لا بأس بذلك لا مانع من ذلك، طبعا المسلمون يجب ان يشتغلوا بالعلم بحيث انه ياخذ منهم الاخرون كما كانوا في فترات حكومه الحضاره الاسلاميه كان الاخرون ياتون من سائر الاصقاع ويتعلمون العلوم من المسلمين. العلوم الطبيعيه في الطب، في الهندسه، في العماره وما الى ذلك. بسبب ان المسلمين اخذوا من القران ومن كلام الرسول صلى الله عليه واله امرهم بتعلم العلوم بالتحقيق بالسعي بالمطالعه بالتفكر بالتامل فتطوروا في هذه العلوم فجاء الاخرون واخذوا منهم منهم لكن لما اصاب المسلمين الدعاء والراحه والاعراض عن طلب العلم الآخرون ذهبوا إلى طلب العلم الطبيعي تقدموا في العلوم الطبيعية زين فاضطر المسلمون أن يأخذوا منهم احتج إلى من شئت تكن السيرة وهكذا هذا الأمر الذي تحقق في هذا العصر هذا بالنسبة للعلوم الطبيعية أما العلوم الدينية هذه تستقى من الوحي فقط، لا يوجد لها طريق طبيعي الا ان تاخذها عن الرسول صلى الله عليه واله وعن اهل بيته عليهم الصلاه والسلام وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون. هسه هنا عندنا فتح حديث الحديث الرابع من احاديث هذا الباب في كتاب الكافي الشريف، باب ان اهل الذكر الذين امر الله الخلق بسؤالهم هم الائمه. وهذا الحديث ايضا روي في كتب اخرى يحتاج الى توضيح وبيان في هذه الآية عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في قول الله عز وجل: "وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون" ماذا يقول الإمام الصادق؟ "فرسول الله الذكر وأهل بيته المسؤولون وهم أهل الذكر" بس زين يجي سؤال هنا أنا فرسول الله الذكر فاسالوا اهل الذكر إيه فاسالوا اهل الرسول لا بأس اما بالنسبه الى هاي الآيه اللي الإمام ده يشرحها وانه لذكر لك زين ذكر لك اذا هذا الذكر يكون بمعنى الرسول ما له معنى وانه لرسول لك ما له معنى فالبعض يتساءل عن هذا الحديث بحيث ان البعض بدا وينكر هذا الحديث مع ان سنده صحيح وهذا الحديث متكرر في ثلاثه من الكتب باسناد مختلفه مستفيض يعني الجواب على ذلك انه احنا عدنا في اللغه العربيه مجاز بحذف المضاف احيانا يضح يحذف المضاف لمعلوميته مثلا الايه الشريفه في سوره يوسف واسأل القرية التي كنا فيها واسأل القرية، القرية يعني البناء، الجدران، الباب، الأشجار، اكو معنى انه اسأل القرية؟ لا هنا مجاز بالحذف وإنما حذف لمعلوميته يعني واسأل أهل القرية، أهل القرية واسأل القرية التي كنا فيها، يعني اسأل أهل القرية. لكن واضح هذا الأمر، هذا النوع من المجاز للاختصار وللبلاغة يُحذف المضاف. مثل ما احنا نقول تروح إلى المدينة واسأل المدينة، يعني اسأل أهل المدينة. السامع يلتفت إلى المقصود. هذا مجاز فيه اختصار بحذف المضاف. كذلك ها هنا. وانه لذكر لك بناء على هذا التفسير من الامام الصادق عليه الصلاه والسلام الذكر يعني رسول الله وانه لذكر لك كيف يقول فرسول الله الذكر جواب في المضاف وانه لذو ذكر الرسول صلى الله عليه واله صاحب الذكر فاذا هكذا قدرنا لا اشكال في هذا الحديث وهذا التفسير او التأويل لهذه الآية الشريفة. طبعا يمكن هناك احتمال آخر انه يكون هنا الالتفات وهذا يطلب من التفاصيل. زين: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أحاديث مستفيضة يقول الأئمة عليهم الصلاة والسلام: نحن المسؤولون. يعني يجب على الناس ان يسالوهم في الدنيا وفي الاخره ايضا يسالون كما بيناه في حلقه ماضيه، حسب بالمقدار اللي مرتبط بهذه الدنيا. يعني يجب على الناس ان يذهبوا اليهم وان يسالوهم. احنا بالنسبه للائمه عليهم الصلاه والسلام عندنا حسب الاحاديث خصوصيات لأن الأئمة كانوا في ظروف تقية وفي ظروف سلطنة حكام الجور من بني أمية وبني العباس والظروف صعبة كانت الله سبحانه وتعالى أوجب على الناس السؤال ولم يوجب على الأئمة الابتداء بالهداية والإرشاد أنتم اذهبوا إليهم وسألوهم في بعض الأحاديث مثل الإمام كالكعبة تؤتى ولا تأتي أنت عندما تريد تروح للحج أنت لازم تروح للكعبة مو أن الكعبة تأتيك الإمام هكذا ليس من تكليفه أن يذهب إلى الناس ويرشدهم طبعا الأنبياء كان من تكليفهم ذلك الأنبياء كان من تكليفهم أن يذهبوا إلى الناس ويبلغون لكن الأئمة مراعاة لظروفهم الله سبحانه وتعالى لم يوجب عليهم أن يذهبوا إلى الناس بل أوجب للناس أن يذهبوا إليهم أن يسألوهم زين هذه مرحلة أنتم لازم تروحون وتسألوهم المرحلة الثانية إذا ذهبنا إلى الإمام وسألناه واجب عليه يجاوب أو واجب عليه أن يجاوب الجواب الكامل كلا إذا الظروف تقية الإمام لا يتمكن من الجواب واجب علي أن يجيب إذا هذا السائل ما له قابلية لأن يجيبه الإمام ليس عليه أن يجيب ماكو مصلحة في الجواب ليس عليه أن يجيب زين حس كيفية الجواب أيضا يراعي المصلحة في كيفية الجواب يريد أن يجيب يعني هناك ليس الظرف ظرف تقية أو الجواب لا يتنافى مع التقية و في مصلحة في الجواب زين أي مقدار يجيب؟ هل يجيب بالتفصيل أو يجيب بالاختصار؟ حسب المصلحة أحيانا الجواب يكون بالاختصار وأحيانا يكون الجواب بالتفصيل، حسب الظروف وحسب المصلحة في بعض الأحاديث إنما نجيبكم بالزيادة والنقصان يعني أحيانا بتفصيل نجيب وأحيانا باختصار نجيب حتى هذا في القرآن الكريم يعني بعض القصص تشوف في القرآن الكريم في عدة صور مذكورة بتشوف في سوره القصه مفصلا مذكوره لأن الغرض في تلك السوره كان التفصيل في هذه القصه. في سوره أخرى ترى القصه مذكوره بشكل مختصر لأن الغرض كان الإشاره إليها أو اختصارها. فحسب المصلحه كذلك جواب الأئمه أحيانا يجيبون بالتفصيل وأحيانا يجيبون بالاختصار، لذلك من الأمور التي هي مهمة في الاستنباط أن الإنسان يكون عنده إحاطة بالروايات ما يكفي أن يشوف رواية وخلاص يمشي عليها لأنه لعله هذه الرواية الإمام شاف مصلحة في ذاك الوقت أن يجيب السائل حسب زاوية من زوايا الموضوع يجاوب بالجواب العام لأنه لا يبتلى بالخاص أو يجاوب الجواب الخاص لأنه لا لا يبتلى بالعام، مراعي ظروف السائل. أنت بمجرد أن تشوف رواية ما يصير أن تحكم، لذلك الاستنباط عملية معقدة لأنه يحتاج إلى معرفة الروايات والإحاطة بها. وهذا من شأن الفقهاء. رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين. حتى بالقرآن. القران فيه محكم، فيه متشابه، فيه عام، فيه خاص، فيه ناسخ، فيه منسوخ. تشوف بعض الناس ياخذ ايه من القران اللي هي بصالحه وينسى ايات اخرى. وينطبق عليهم الذين جعلوا القران عضين. يعني بعضوه ياخذ بعضه اللي بمصلحته ويترك البعض الاخر اللي مو بمصلحته مثل الان كثير من المسلمين. زين. في بعض الاحكام ما عنده مصلحه يتركها يخالفها ما يذكرها وفي بعض الاحكام الا مصلحه يتمسك بها وياخذها ويتلوها في ايه من القران الله سبحانه وتعالى يبين حال بعض الناس اذا فريق منهم معرضون يعرض وان يكن لهم الحق وإن يكن لهم الحق يأتوا إلَيْهِمُ مذعنين إذا بصالحة يجي لكن إذا مو بصالحة الله قايل رسول الله صلى الله عليه وآله قائل لا يهتم بذلك هذا التجزئة والتبعيض في القرآن الكريم شفت رواية ما تقدر فورا تستنبط الحكم الشرعي منها زين هذه الرواية لازم أولا نشوف سندها لعل هناك رواية سندها أصح تعارض هذه الرواية زين بعدين لازم تشوف جهة الصدور لعل هذه الرواية صدرت تقية بعدين لازم تلاحظها من نسبتها مع بقية الروايات عامها وخاصها في روايات الائمه ماكو ما ناسخ، لكن في كلام الرسول صلى الله عليه واله اكو ناسخ ومنسوخ، لان كلام الرسول صلى الله عليه واله ، مشتق من القران الكريم، فالرسول بين حكما ثم الله سبحانه وتعالى نسخ ذلك الحكم، بين الرسول الحكم الناسخ، فيجب ان تنظر الى جميع هذه الروايات يكون لك خبره في علم الرجال يكون عليك خبرة في اللغة يكون عليك خبرة في علم أصول الفقه لك إحاطة بالروايات ملكة الاستنباط عندك يعني تكون مجتهد ذاك الوقت تقدر تستنبط الحكم الشرعي من الروايات الفقهية زين وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون أنا في حديث الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يسأله ورد أخو الكميت الشاعر المعروف كان رايح عند الإمام محضر له سبعين مسألة بس ما كاتبها محضرها وحافظها فلما دخل على الإمام أخذته هيبة الإمام لعله نسي المسائل كلها السبعين لكن حضرته واحدة منها وهي يسأل الإمام عن هذه الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون من هم الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يقول قال نحن قلت علينا أن نسألكم إحنا واجب علينا أن نذهب نسألكم قال نعم لأن طريق الدين منحصر بهم الرسول شنو قال في حديث الثقلين؟ ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا. اذا واحد يجي الحسبنا حسبنا كتاب الله فهذا يخالف القران. ليش؟ لان الله سبحانه وتعالى يقول: و وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. الله سبحانه وتعالى يامر باتباع على الائمه عليهم الصلاه والسلام. اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وقد مر سابقا ان اولي الامر هنا خاص بالائمه عليهم الصلاه والسلام لانه يدل على العصمه ولا معصومه غيرهم. علينا ان نسالكم؟ قال نعم. قلت عليكم ان تجيبونا انتوا واجب تجيبون؟ قال ذاك الينا هذا احنا مو واجب علينا. نشوف المصلحه قد نجيب وقد لا نجيب. زين في حديث اخر اللي هو الحديث السابع من هذا الباب. محمد بن مسلم يسال الامام الباقر عليه الصلاه والسلام قال ان من ان من عندنا يزعمون ان قول الله عز وجل فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون انهم اليهود والنصارى. ذكرنا ان شان نزول هذه الايه في اليهود والنصارى في مسألة خاصة بشرية أنبيائهم ما كانوا يتمكنون أن يجيبوا جواب خلاف الواقع حتى الآن إذا تروح إلى الكنيسة تسأل القسيس مثلا هل يعقوب يوسف هؤلاء مثلا يحيى زكريا هؤلاء كانوا بشر أو لم يكونوا بشرا يجاوبك يقول انهم كانوا بشرا بالنسبه الى عيسى النصارى غلوا قالوا انه مثلا هو الله او هو ابن الله زين وكلامهم متناقض لكن غير عيسى بالنسبه الى صار الانبياء يقولون بشر لكن بعض الناس في ذاك الزمان كان يعمم فاسالوا اهل الذكر يعني في كل مسائل الدين في الصلاه والصوم والحج والخمس وما الى ذلك وبعدين يعممه لذلك كان يجيب الأحبار يسألهم عن تاريخ الأنبياء وهاي الإسرائيليات التي دخلت في كتب بعض المسلمين من شاء هو هذا كانوا يجيبون هؤلاء الأحبار حتى يفسرون القرآن تركوا وصية الرسول وباب مدينة العلم وجاءوا بكعب الأحبار حتى يفسر القرآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فدخلت الاسرائيليات في البدايه كانوا ينسبون التفسير اليه بعدين زوروا او اخطاوا نسبوها الى رسول الله صلى الله عليه واله فهنا في هذا الحديث الامام ينفي السؤال المطلق مو السؤال الخاص قال اذا نكم الى دينهم اذا تروح الى اليهودي والنصراني تسال عن معالم الدين خو يبين معالم دينه ما يبين معالم دينك ما يبين معالم الاسلام. فإذا السؤال المطلق لا يكون عنهم. السؤال المطلق يكون عن من؟ عن مصداق اخر. قال قال بيده الى صدره يعني اشار الى صدره: نحن اهل الذكر ونحن المسؤولون. في حديث اخر عن الامام الرضا عليه الصلاه والسلام يقول قال علي بن الحسين عليه السلام على الأئمة من الفرض ما ليس على شيعتهم هناك تكاليف مشتركة بين الجميع والأصل في التكليف الاشتراك لكن أحيانا هناك تكاليف خاصة هذه حالات استثنائية رسول الله صلى الله عليه وآله كانت له تكاليف خاصة استثناءً هو مشترك مع بقية المسلمين في جميع الأحكام إلا في أحكام خاصة. مثلاً كان يجوز له أن يتزوج أكثر من أربع زوجات في وقت واحد. صلاة الليل كانت واجبة عليه. خائنة الأعين يعني أن يشير بعينه هذا كان حرام على رسول الله صلى الله عليه وآله. وهكذا أمور مذكورة في الكتب الفقهية وفي الروايات. كذلك بالنسبة للأئمة عليهم الصلاة والسلام. يوجد عليهم احكام لا توجد على سائر الناس وبالعكس توجد على سائر الناس احكام لا توجد على الائمه منها هاي الحاله الاستثنائيه فيما نحن فيه انه يجب على الناس ان يسالوا الائمه اما الائمه لا يجب عليهم ان يسالوا احدا لماذا لانهم يعلمون العالم لا يسال الجاهل يسال أنت معالم دينك تروح تسألها من الأئمة الأئمة يجب عليهم أن يسألوا في معالم الدين لا لأن هذا تحصيل حاصل لأن العلم لهم أخذوه من جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وبإلهام من الله وبتحديث من الملك على الأئمة من الفرض ما ليس على شيعتهم وعلى شيعتنا ما ليس علينا شنو هو المصداق يبين هنا أنا. أمرهم الله عز وجل أن يسألونا قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فامرهم ان يسالونا. زين وليس علينا الجواب ان شئنا اجبنا وان شئنا امسكنا. في حديث اخر اللي هو الحديث التاسع من احاديث هذا الباب وهو اخر الاحاديث في هذه الايه وما كان المؤمنون لينفروا كافه. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون، ما يصير كل الناس يتركون كل الامور ويذهبون للتفقه في الدين، يذهبون مثلا الى الحوزات العلمية حتى يصيرون فقهاء، ما يصير الاجتماع يحتاج الى جميع الاصناف، يحتاج الى تاجر ويحتاج الى خباز ويحتاج الى بقال ويحتاج الى عطار ويحتاج الى عامل ويحتاج إلى عالم ويحتاج إلى مدرس ويحتاج إلى طبيب المجتمع يقوم بهذه الصناعات والحرف المختلفة وما يتوقف عليه المجتمع أصلا واجب كفائي فلذلك كل الناس لا يتمكنون من أن يص يصبحوا فقهاء لأنه إذا تريد تصير فقيه أولا لازم يكون لك استعداد بعدين سنوات طوال لازم تصرف من عمرك في التحقيق والتدقيق حتى في زمان الرسول صلى الله عليه واله كان المفروض انه يذهب الى المدينه ويستمع الى احاديث الرسول صلى الله عليه واله ويحفظها ويتعلمها كل الناس ما كانوا يتمكنون من فعل ذلك لذا الله سبحانه وتعالى يقول وما كان المؤمنون لينفروا كافه كلهم يذهبوا الى النفر لطلب العلم فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه كل مجموعة كم واحد منهم في هذه القرية مثلا قرية فيها ألف شخص اثنين ثلاثة أربعة خمسة يذهبون مثلا ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم يتفقه في الدين خلاص يرجع إلى قومه يبدأ بإرشادهم وموعظتهم لعلهم يحذرون لعل الناس يستمعون إلى كلام هؤلاء ويحذرون من عذاب الله سبحانه وتعالى الان الناس ذهبوا الى الامام واجب على الامام يجاوب اذا الحق يتوقف على جوابه تقيه ما موجود اي واجب عليه لكن احيانا الحجه تامه واحيانا ظروف صعبه مو واجبه عليه لذا الامام يقول فان لم يستجيبوا لك يستشهد بهذه الايه فاعلم ان ما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه. الحجة قد تمت، لأن الأئمة عليهم الصلاة والسلام بينوا جميع الأحكام، فلا يجب عليهم التكرار. أحيانا السائل المتعنت لا يجب جواب السائل المتعنت، لأن هذا مو وراء الحق. هذا يجي يسأل حتى يلقي ثغرة في الكلام ويتهجم عليك، مو طالب حق، هذا مو واجب تجاوبه. أو الظروف غير ملائمة. الحجة تامة على الناس لكن مع ذلك الإمام إذا شاف مصلحة في التكرار يكرر، إذا ما شاف مصلحة في التكرار فلا يكرر، فتحصل أن أبرز مصداق لهذه الآية الشريفة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هم الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين